اللي ما عندوش صفة الرجل السياسي واللي ما عندوش حزب سياسي واللي موجوع في تونس ومن حقه باش يكون موجوع في تونس، جميع الأصوات الصادقة نحبوا نشوفوها لنا على اختلافها، ما عندنا حتى مشكل مع أي كان. في الأثناء في الأثناء ريثما تحضر وتجهز المكالمة الجاية، مكالمة حاضرة ما زالت. اسمعوني اسمعوني، مشروع البلطي، البلطي مستشار قيس سعيد عنده شركة متاع قمار، مشروعه يقوم برغبة من فرنسا على تعيين حكيم حمودة، تعيينه رئيس حكومة بدلا لمدام نجلة الحنانة العزيزة الغالية الطيبة المرأة الودودة هذيك اللي مش تقد الاقتصاد والسياسة والعالم الكل، في محضر مصح عليه وليد بلطي، واللقاء صار في سفارة فرنسا ما بين حكيم بن حمودة مرشح فرنسا ومضابط الاستخبارات الفرنسي. تحبوا نحب نحكيها هذه بالذكرى بالطبال، ونحب نحب واحد يلحنها لي هذه، خاطر هذه قويه، وهذه هذه تخلينا نفهموا اللعبه نتاع العشر سنين الكل، لا صناديق اقتراع ولا انتخابات ولا لجان ولا برلمان. اذا الافعى في دارك والله لا تفرح بيت نوم ذهب ولا تفرح بيت نوم من خشب. واصل محادثة عبر واتساب تنسب للبلطي وشخص آخر يتسمى حكيم بن سلطان خليجي يبدو سيد ذاية، يخبر فيها البلطي بأن تونس ستشهد انقلابا عسكريا في ذكرى عيد الجلاء. وبالمناسبة عنده معه عشرات المكالمات، مكالمة أخرى بين البلطي وبن سلطان اللفظ بالحرف، قالوا غدوة يجيني رد الخبر من الإليزي من ديوان ماكرون. سي السلطان يسأل يقول له شو الحل في تونس، فيجيبه البلطي البلطي الزعيم العظيم اللي لا يحتاج إلى صناديق اقتراع، يقول له تو نعلمك بالتفاصيل. البلطي يذكر بأن الضابط السامي عماد درويش طالب بتمكينه من مبلغ 500 ألف دينار نص مليار من المليمات عن طريق البلطي نفسه. في محادثة أخرى البلطي يوعد صديقه محمد الشريف بمنصب وزاري في صورة وصول حكيم بن حمودة لسدة الحكم، ويذكر له كذلك بالحرف الواحد لعبة 25 جويلية انتهت، وأن الجيش سيأخذ بزمام الأمور مع اتحاد الشغل، مع اتحاد الشغل فرنسا على اتحاد شغل على خليج على وليد البلطي على قمار. هذا مستواك يا تونس، قبح الله 3000 سنة حضارة، قبح الله هذا الرقم اللي سوسلنا في أمخاخنا وعشش وتمت التجارة به على اساس ان باش نتعقد ونسكتوا. يزينا عندنا 3000 سنه حضاره، يزي ما فيش مشكل. رشيد الترخاني من تونس، مرحبا بك سي رشيد. سي رشيد اهلا وسهلا بك. انا سي بغداد مرحبا بك، شكرا على الدعوه الكريمه، شكرا لقناه الزيتون على انا تحت هذه الفرصه. شكرا لك انت على التدخل والمداخلة إليك. سي رشيد الموضوع واضح، تونس أمنها وحكمها على قريعة الطريق، والبرنامج في سفارة فرنسا يتعمل، والنكرة النكرة النكرة متاع التيار الديمقراطي متاع القمار متاع قيس سعيد متاع ليلى، النكرة هذا هو يفصل ويعين في رئيس الحكومة والأمور واضحة. تفضل سي رشيد. نعم شكرا بارك الله فيك على هذه الدعوة. نعم. لا شك نحن نعيش تداعيات انقلاب 25 جويلية، الانقلاب هذا الذي أساء إلى التجربة التونسية حتى أصبح أمن تونس الآن أصبح مشاع للقاسي والداني ولكل من هب ودب. قرارنا السياسي طبعا ليس بأيدينا، الوضع كما نرى ونشاهد هناك مؤامرات على هذه البلاد يعني منذ القديم طبعا، ولا شك انها تضاعفت بعد انقلاب 25 جويليه واستفراد قيس سعيد بالحكم. نحن نعيش فتره عصيبه تمر بها بلادنا. لا شك ان منذ الاستقرار الى الان تونس لم تشهد
ما تشهده الآن في الحقيقة من عدم استقرار، دعني أقول لك، وفوضى عارمة، حتى أصبح قصر قرطاج الآن أصبح مرتع بين قوسين للاستخبارات ولكل من هب ودب. هناك اختراقات كبيرة لتك أنها كان أنها قديمة منذ زمن، لكن تضاعفت الآن، أصبحت يعني الكل يشاهد الاستقالات مستشارين رئيس الجمهورية، يعني بالعشرات استقالات، هذا يدل على شيء، فهو يدل على أن الوضع أصبح خارج عن السيطرة. الأيام المقبلة هي حبلة بمفاجآت، دعني أقول لك، وبلادنا الآن تشهد فترة حرجة ناهيك على المعيشة والأوضاع الاقتصادية والأزمة السياسية التي مرت بها بلادنا ولا زالت تمر بها الآن ولا زالت تعيشها وتداعياتها، ولا شك بأنها ستكون وخيمة وخطيرة على سواء كان الأمن القومي أو الوضع الاقتصادي الهش أساساً. نعم. حتى أصبحنا اليوم نساسي في الدول الغنية وفي البنك الدولي من أجل أنه نأخذ قليل من الأموال باش نسد بها العجز على مستوى الميزانية. هذا وضع يعني ما مقبل سيد الحقيقة. رشيد، سيد رشيد، كل ما تقوله مهم، بارك الله فيك، كل الذي تقوله عنده أهمية بالغة، لكن نحب نحكو على شخص في الإنعاش. أنت تحكي لي الآن على أقسام أخرى، واحد عنده عملية باش يبدل، عنده بروتاز، نحب نحكي على تونس اللي في الإنعاش، نحب نحكي على وليد البلطي اللي هو ظهر رئيس قسم الإنعاش، نحب نحكي على قيس سعيد اللي ظهر في قسم الإنعاش، ظهر موجود في الجنينة متاع قسم الإنعاش. نحب نوصل للمواطن التونسي اليوم صوتك أنت في هذا الذي يجري. ما الذي يجمع أنيس المقعدي الذي تم تهريبه إلى فرنسا، مش الأستراليا، مش القطر، مش تركيا، مش الزمبابوي، لفرنسا كما نادي عكاشة مشيت لزمبابوي، عفوا نادي عكاشة مشيت لباريس، كلهم في باريس، يوسف الشاهد في باريس. انت اليوم اعطيني ما الذي يجمع ضابط استخبارات، ما الذي يجمع ناس حرس رئاسي في قصر قرطاج، ما الذي يجمعهم بفرنسا في السفارة؟ وطبعا حدثني بكل صراحة، وين المعارضة؟ وين اليسار متاع هيبة الدولة؟ وين مجماعة شكون قتل شكري؟ وين مجماعة اللي لوجوا على الأمن الموازي والأمن الموازي بالقصعة الكبيرة موجود على الرصيف؟ قل لي هذا الكل عايش. نعم، لا شك أن هناك مؤامرة كبيرة تستهدف الأمن القومي. ذكرت سيادتك بعض الأسماء اللي متورطة في 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 مسألة تتعلق بالأمن القومي. هذا يدل على شيء، فهو يدل على ان أمن تونس اصبح رهين بعض الاشخاص اللي عندهم ولاءات، يعني سواء كانت مع فرنسا او غيرها. يعني في الحقيقه الوضع بطبيعه الحال هو وضع سيء جدا، ووضع لا يبشر بخير. هناك اكثر من هذا، هناك يعني عند ما ذكرت سيادتك، قلت يعني قسم الانعاش، طبعا تونس تعيش في قسم الانعاش، وهناك من يقوم بدور سواء كان كومبارس او دور محوري في تحريك في تحريك فتنه، يعني لعنه الله على من يقيدها وهي نائمه. يعني اطراف عديده متورطه، ذكرت منهم بعض الاطراف، هناك اطراف اخرى، كلهم يجمعهم الاساءه الى تونس والاساءه الى التجربه التونسيه، سواء كان بطبيعه الحال سواء كان ثوره او 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 غيرها. في الحقيقه هناك شق يعني يدين بالولاء الى فرنسا، خلينا نسمو الاسماء باسمها، يعني الدور نتاعو هو دور قذر، يريد الاساءه الى بلادنا ويريد الاساءه الى التجربه التونسيه، سواء كانت تاني بعد الثوره او الاساءه الان. الاساءه 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 الإساءة راهي نتاع نبزة، الإساءة نجم تكون نبزة اسمها إساءة. أستاذ رشيد بعد إذنك، الطبقة السياسية بمعارضيها وبمواليها، ولو مواليها ما همش موجودين داخلين في 1,800,000 ذوكم اللي مازال ما شفناهمش، فين موجودة هي الآن من هذه المسألة وهذه القضية الحساسة جدا؟ نعم،
نعم، من فهمت السؤال، صوت متقطع شوية، لكن دعني أقول لك أن الطبقة السياسية الآن لم ترتقي إلى اللحظة التاريخية، إلى مستوى اللحظة التاريخية التي تمر بها بلادنا. أنت تشاهد أخي مقداد، يعني منذ 25 جويلية إلى الآن هناك تشرذم على مستوى الطبقة السياسية، سواء كانت في وسواء كانت التحركات على مستوى الشعب. صوت متقطع، نكتفي به. شكرا جزيلا لك شكرا. أستاذ رشيد طرخاني، كنت معنا من تونس. رغم التعثر اللي موجود التقني في الصوت، ولكن وصل صوتك كامل، وختمت مداخلتك بأن الطبقة السياسية لم تلتقط ولم تتلقف، لم تستوعب اللحظة التاريخية ومسؤوليتها في هذه اللحظة التاريخية، خاصة ونحن نعيش انقلاب على انقلاب، ما زلنا مواصلين ونذهب إلى موجة أخرى لا تذهب بعيدا.